بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وسيم تك وفيديو جديد. سأحدثكم في هذا الفيديو عن كيفية إزالة مقطع ما من فيديو بعد تحميله في يوتيوب. فقد ترغبون في إزالة مقطع ما لسبب ما من أحد فيديوهاتكم التي قمتم بتحميلها في يوتيوب. هناك طريقة بسيطة تمكنكم من ذلك دون الاضطرار إلى حذف الفيديو بكامله وإعادة تقطيعه خارج يوتيوب، ودون الاضطرار إلى فقدان عدد المشاهدات، وخاصة إذا كنتم قد نشرتم هذا الفيديو المراد تقطيعه. هذه الطريقة تتيحها منصة يوتيوب وأدواتها. فلننتقل إذن إلى الشرح. بعد فتح قناتكم تنقرون على إدارة الفيديو للدخول إلى الفيديوهات، أو فقط تضغطون على هذه النافذة، نافذة فيديوهات، ننقر عليها فنحصل على هذه النافذة، نافذة محتوى القناة أو الفيديوهات. وبعد ذلك ننتقل إلى الفيديو الذي نود تقطيعه. مثلا فيما يخصني سأقوم بتقطيع هذا الفيديو الذي قمت بتحميله ولم أقم بعد بنشره، كما ترون غير مدرج. للقيام بتقطيع هذا الفيديو أو حذف أحد المقاطع الزائدة في هذا الفيديو، ننقر هنا على التفاصيل، ثم بعد ذلك ننقر هنا على أداة التعديل لتعديل هذا الفيديو. فتظهر لنا هذه النافذة، نافذة أداة التعديل وأدواتها، ومن هنا يمكننا تعديل هذا الفيديو وحذف الجزء أو المقطع الذي نريد إزالته. فيما يتعلق بي سأقوم بحذف مقطع زائد في آخر الفيديو لم أنتبه إليه عند القيام بعملية المونتاج في هذا الفيديو. إذن هذا هو الفيديو، وهذا هو المسار، مسار الفيديو، وهذا هو الصوت، وهنا تعتيم صورة ما في الفيديو أو جزء ما في هذا الفيديو، وهنا شاشة النهاية. ما يهمنا في هذا الدرس هو مسار الفيديو واقتطاع وإزالة مقطع من هذا الفيديو الذي تصل مدته إلى أكثر من 23 دقيقة. إذن المقطع الذي أريد إزالته موجود هنا بآخر الفيديو، سأضغط هنا في آخر الفيديو لنرى ماذا سنزيل من هذا الفيديو. إذن هذا هو آخر الفيديو، نضغط هنا لتكبير الصورة لتوضيح المسار. المقطع يوجد هنا في الأخير، نعم هنا تقريبا يبدأ 23:19 أظن هنا تقريبا يبدأ. سنكبر من هنا لنرى. سأحاول التقطيع في هذا المكان هنا، ثم أضغط على اقتطاع. من هنا نقوم بالتكبير من هنا مرة أخرى، ثم نضغط هنا على تقسيم، ومن هنا نقوم بتحديد المقطع الذي نريد تقسيمه، حذفه إلى غاية آخر الفيديو، ثم نقوم بتشغيل الفيديو من هنا لنرى أين سيتوقف. السلام عليكم ورحمة الله، نزيد قليلا، وبركاته، نعم هنا في وبركاته نعود ثم نشغل من جديد. ورحمة الله تعالى وبركاته، نعم هذا هو المقطع الذي نريد محوه. ثم نضغط على متابعة اقتطاع الفيديو لمحوه، ثم نضغط على محو الكل. وبعد معاينة تحديد ما سنقوم بحذفه، نضغط هنا، ننقر هنا على حفظ، لحفظ التغييرات وإزالة المقطع الذي قمنا بتحديده.
هنا تأتينا رسالة صغيرة تقول: هل تريد حفظ التغييرات؟ قد يستغرق تطبيق التغييرات التي أجريتها بعض الساعات، وخلال تلك الفترة سيرى المستخدمون الإصدار الحالي من الفيديو أي الإصدار القديم. إذا كنتم قد نشرتم الفيديو لن نتمكن من إجراء تغييرات إضافية على الفيديو بعد ذلك. يمكنك مغادرة هذا الموقع خلال فترة الانتظار. عند النقر على حفظ نحتفظ بالإصدار الأصلي من الفيديو لكي تتمكن من التراجع عن التغييرات. وإذا لم تكن تريد حفظ الإصدار الأصلي يمكنك النقر على حفظ كفيديو جديد وحذف هذا الفيديو بعدها. أنا سأحفظ التغييرات من هنا، أضغط على حفظ. جاري معالجة الفيديو، يرجى المحاولة مجددا في وقت لاحق. نعم، وسأنتظر كما قالوا بعض الساعات لأرى إن كان الفيديو قد حفظ بصيغته الجديدة أم لا، وسننتقي بعد ذلك. سأوقف التسجيل ثم نرى بعد ذلك بعد مرور بعض الساعات لنتأكد من العمل الذي قمنا به. عدنا إذن بعد انتهاء عملية التقطيع، وهذه العملية لم تتطلب بضع ساعات بل تطلبت عدة ساعات، وقد تفقدت مرارا وتكرارا عند كل ساعة اكتمال هذه العملية، إلا أنني كنت أجدها دائما قيد المعالجة. وفي اليوم الموالي عندما فتحت قناتي وجدت أن هذه العملية قد تمت والحمد لله بنجاح. كما ترون هنا الفيديو ينتهي في الدقيقة 23 و21 ثانية و16. نقوم بتشغيل الفيديو من مقطعه الأخير لنرى هل وقفنا عند بركاته أم لا. نشغل من هنا لنتأكد من أن التقطيع قد تم بنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، قد توقف الفيديو عند بركاته، قد تمت عملية الاقتطاع بنجاح. وأتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، ولا تنسوا المشاركة في هذه القناة لتدعيمنا وتحفيزنا على المزيد من البحث وبالتالي المزيد من البذل والعطاء. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.